وقال فبعزتك لأغوينهم، أضللهم كلهم، ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإدريس من جوا القبر، جوا القبر ويكورك. وأحيانا يكون ما إبليس، يكون واحد من الحيران ذاتهم المجارمة، أول ما يجوا النسوان يقربا الحوار الثاني يكلمه يقول له جو جماعة يدخلوا جوا تحت المشمع الأخضر القاعد في قبر الشيخ، أول ما المرت من يده يجرها من جوا، يطلعوا الإشاعات، يقول أبو الشيخ جر المرة، بدل ما يقول أبو الشيخ قال الأدب جر المرة يقولوا لا جراه عمل له بركة، يحاول يعمل له لخبطوه يلخبطوا الشغلة ولولوه، جراه عمل بركة ويطلقوا الإشاعات. القبة بدل ما كان بيجيها في الشهر 2000 عاطل يبقوا 200000، كريم التش الكومسنجية في المواصلات، كريم التش كريم التش كريم التش، يركبوا الناس يتشتشوهم يعوقوهم ويكتلوهم باسم المحبة والصلاح، وانه ابويا الشيخ حلم انه حبوبة جد ام جد حبوبة خال امه قالت له انه في بيان هنا، والناس ماشة والعميان شايل المكسر والمكسر عابص العميان والناس ماشة والبلد ضايعة، عيش ما في، الشرك الشرك ده السبب، بنزين غالي الشرك، جاز في صفوف الشرك، الخريف كسر البيوت الشرك، ربنا قال الكلام ده. لكن 200 ناس يتعظوا، ربنا قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، اسمعوا يا ناس، ولقد أهلكنا القرون، أجيال ما قرن واحد جيل واحد، القرون يعني الأجيال، أجيال كثيرة، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. السبب يا ربنا لما ظلموا لما أشركوا، لأن ربنا سمى الشرك في القرآن ظلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا لما أشركوا وعبدوا الشيوخ وبنوا القبب، قبب بتقع، قبة وقعت في الحلفاية، شيخ الناس بيعبدوا، بعض الناس بيعبدوا وبيعتقدوا انه بيدي الجنة وبينزل المطر وبيعلم الغيب وبيجيب الرايحة، وهو ميت في القبر دفنوا براو وبنوا له قبة براو، ما قدر يثبت القبة حقت روحه، يبقى يثبت منك العارض كيف، ما قدر يثبت الطوب وقع فوق راس الشيخ يبقى يديك الجنة كيف، او يديك الرزق كيف، وقبة بتاعت البيض ربنا رسل لها هبوب اتفرتق الطوبة طوبة، بدل ما يقولوا آمنا وحدنا وتركنا الشرك قالوا لا، قالوا الشيخ ده أصلا شاف الفساد الحاصل في البلاد وقد سنبك بيتحد مشى قال رحل إلى مكة المكرمة وأدى القبة شلوت وقعها، والناس برضو بتصدق برضو بتصدق، عشان كده ربنا قال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. القرآن ده واضح ولا ما واضح؟ بين. ربنا قال والذين يدعون من دون الله، الشيوخ والقبب والأولياء وغيرهم دون الله ولا الله؟ دون الله، يهود آية بتقصدهم، من دون الله، الله قال لا يخلقون شيئا، يبقى يدوك الجنة كيف؟ الله قال وهم يخلقون، أها ما اقتنعت بالكلام ده كله؟ ربنا قال أموات، زول بيموت يبقى يديك جنة حي كيف؟ هو بموت، والفقراء ديل كلهم ماتوا، ماتوا ولا ما ماتوا؟ الغريب إنه اللي بينادوهم الناس الليلة من الشيوخ شيوخ الطرق دي وبيستغيثوا بهم من دون الله وخاتنهم قلوبهم مع الله واحد وحدين، خاتنهم أعظم من الله، لأنه بيجيبوه عند القاضي بقول له احلف بالله انك ما سرقت التيس، بيحلف بالله 50 مرة وهو كذاب، لكن لو قال له احلف بشيخك يقول لك الله بمهل، لكن شيخي بينجم، ما يحلف بشيخه وهو كذاب، فعنده شيخه اعظم من الله، اعظم من الله. اها ربنا قال اموات غير احياء، الشيوخ ديل ذاته اللي بيحلفوا بهم بيتوكلوا عليهم بخلوا الله وبيدعوهم وبيستغيثوا بهم وبيخلوا الله وبيطلبوا منهم الجنة والولد والمطر وما بيطلبوا من الله، الشيوخ ديل كلهم ماتوا كلهم ماتوا.
دي برامة آية ما عبرة ما علامة إنك تترك هؤلاء الضعاف. ربنا قال عنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.